بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استقبلنا الكشافة الإسلامية الجزائرية لفرقة عين بسام مع لي جي تي ا تاع عين بسام لتشجيع العمال تاع لي بي اش عين بسام. نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار لطواقمنا الطبية من الأطباء والممرضين والعمال على حد سواء، وهذا من أجل أنهم ساعدوا في إنقاذ الأرواح. هذه المناسبة اللي قمت بها الكشافة الإسلامية في تكريم الجيش الأبيض وكل النشطاء هنا على مصلحة الكوفيد، نقدم بالشكر نيابة على كل الأطباء، نيابة على كل الزملاء، على هذا الشكر من الكشافة الإسلامية. تحركة جمعوية اليوم رانا في المؤسسة الشفائية بعين بسام، نشكر بداية السيد المدير على حسن الاستقبال. هذه المبادرة أبت الحركة الجمعوية أن تقوم بها لأجل تشجيع كل من يسهر على صحة المواطنين، خاصة في هذا الحال الاستثنائي. احنا واش نقدموا هو يعتبر شيء رمزي، لكن احنا ان شاء الله ندعو قاوتنا هذو ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله في ميزان الحسنات تاعهم.